السلام عليكم. إيه بعد ما شرحنا الاكسترود بوس والريفولف والكات، هنشرح في الفيديو ده حاجة اسمها سويبت بوس اللي هي المقفولة دلوقتي كده. أول حاجة، لو أنا عندي ولكن جيت على أي بلين كده ورسمت لاين مثلا كده وطلع منه بقوس كده وطلع منه بلاين رأسي كده، تعال نخلي دي تانجنت بحيث يبقى المنظر ده كده. ندي أبعادنا عادي، ولكن فاي 30 أو قصدي ار 30 80 بحيث يبقى الشكل ايه معرف بالنسبة لي، من 60 تمام. خرجت وأنا عندي سكتش بالمنظر ده كده. طيب أنا عايز السكتش ده أو الكيرف ده أمشي عليه بروفايل. بكل بساطة باجي على مش اي بلين، لا البلين العمودي على الكيرف ده بحيث انه يبتدي من عنده البروفايل. فجيت هنا مثلا وليكن بلاش دايرة، تعال نرسم مثلا مربع، خلي سنتر تمام، وليكن 10 × 10، وخرجت من السكتش خلاص. فبقى عندي الايه المنظر ده كده. طيب لو تلاحظ هنا تلاقي السويبت باص دي فتحت، فممكن تختارها وبعدين هيقول لك انت ايه عايز، سكتش بروفايل ولا سيركولار بروفايل. فانت هو مختار كديفولت او كافتراضي يعني ان انت راسم سكتش وهتمشي على كيرف. فاول حاجه بيقول لك اختار البروفايل، فانا اقول له البروفايل اهو. طيب نقل لوحده على الايه على الكيرف، فانا اختار الايه الكيرف اللي انا راسمه. فبشكل تلقائي عامل لك الايه المنظر اللي قدامنا ده، اقول له اوكي فرسم لك الايه المنظر ده. طيب المنظر ده بكل بساطه انا ممكن اعمله بالايه بالاكسترود، ان انا ارسم ده كده واعمل له اكسترود. ده اللي هو ايه يعني ده مع ده مع ده كده، ممكن نقول لهم سكتش كونفرت تمام، وامسح دول لو في سكتش يعني هنا تمام. فبقى عندي الايه البروفايل ده. طيب ممكن اعمل له اكسترود، واعمل الاكسترود ايه الناحية التانية اهو ب10 خلاص. تعال نمسح الميرج بحيث يبقى ده بارت وده بارت تمام. فانا عملته ايه، عملته بطريقتين بالاكسترود وبالسويب. فالاكسترود ممكن يعمل حاجة زي كده، ممكن يعمل حاجة زي كده إيه، بس مش في كل الحالات هيقدر يعمل لك حاجة. يعني لو اخترت البروفايل ده خليته بدل ما هو مربع من ده كده متماسك، وخليته إليبس مثلا شكل بيضاوي كده، وديت أبعادي عادي 5 × 10 مثلا، وخرجت من السكتش. فبقى عندي المنظر ده كده. فالمنظر ده صعب جدا ان انت تعمله ايه بالاكسترود ايه بص. فدي فايدة الايه السويب تمام. ممكن تعمل شكل إيه اشكال معقدة بإيه باستخدام الايه الفيتشر دي. طيب في حاجة كمان ممكن نعملها بالسويبت. انا عندي نفس البروفايل ده او نفس الكيرف ده كده، واخترت السويبت قلت له سيركولر، واخترت الكيرف ده كالمعتاد يعني قلت له مثلا فاي 20. طيب في امر هنا اسمه ايه سين فيتشر، انت ممكن تفرغ ده تخليه إيه؟ ايه كلحمية يعني كده تمام، يبقى ليه سيكنس كده. طيب وقلت اوكي، انا مثلا عامل دي مثلا ب2 ملي مثلا ودوست اوكي. فهو عندي كده ايه الدايرة دي كام، دي الدايمتر 20 ودي دايمتر كام 24. واحنا تعال نرجع، احنا كنا عاملينها كام، احنا عاملينها 20، يبقى ده 20 وهو خرج بره ال 20 دي بسكنس كام 2 ملي. طيب ال 2 ملي دي هنا والناحية التانية، يعني انت بتقيس دايمتر تمام، يعني انت دي 20 وفي 2 اهي وفي 2 اهي، فده يبقى كله كام 2 + 2 على الايه ال 20 يبقى كله 24، يبقى كله مظبوط. طيب في ان انت ممكن تعمل في التو في او ميد بلين، انت يبقى الميد بلين منين، من الفاي 20، احنا عملنا 2 ملي من الفاي 20، فتيجي هتلاقي دي بقت كام 18 ودي 22، يبقى احنا كأننا الدايرة بتاعتنا
كأن الدايرة بتاعتنا اللي هي فاي 20، مش هادي اختار السنتر اللي اهو فاي 20، دي الدايرة اللي احنا ايه مدينه الدايمتر بتاعها، بس قلنا لهم السمك يبقى 100 بلين، تمام، يبقى في 2 هنا يبقى ده 18، او قصدي السمك كله 2 يبقى في هنا ايه ملي هنا وملي الناحية التانية، وده ايه نزل بقى كام؟ 18، صح كده؟ تعالى نتأكد، احنا جبنا ده 20 وده ايه 18، ده متر 18، هو نزل ملي هنا وملي الناحية التانية، تمام، وزاد ملي هنا وملي الناحية التانية اللي احنا مديناهوله في الأول، تمام. يبقى ده دي كلها كده الحتة الواحدة دي كلها كده ايه المفروض ان هي كام؟ 2 ملي. طيب ممكن انت تعمله تو دايركشن، منين؟ من الفاي 20 برضو، اللي هو ينزل 2 ملي ويطلع ايه 2 ملي، تمام. فانا عندي الفاي 20 اهي اللي انا راسمها، تمام، انا راسمها دي عشان ايه نوضح بس. فدي فاي 20 المفروض دي تبقى فاي 16 يعني، اي يبقى دي دايمتر 16، والناحية التانية هتزود برضو ايه 4 اللي انت عاملين 2 و2، فدي بقى دي كام؟ دايمتر 24، خلاص. يبقى ده الريفرنس بتاعي اللي هو فاي 20، يتزود منه في اتجاه واحد يتعكس الاتجاه، احنا ممكن نعمل وان دايركشن ونعكس الاتجاه، تمام. فبقى 20 ناقص ال2 ملي دول، يبقى انا ال20 بتاعتي اهي، ده السكتش الرسمة اهو منطبق على الخارجي ده ونزل 2 ملي، المفروض ده بقى كام؟ 16. ليه 16؟ قلت ان بياخد 2 من هنا و2 من الناحية التانية. طيب ما احنا كده قلنا السين فيتشر، او ان هو يعمل لك سمك يعني، بدل ما ترسم بروفايل وبعدين ترسم جواه بروفايل، او ترسم ده كده وبعدين تفرغه، فهو يعني في خطوة واحدة ممكن تعمل حاجة زي كده. لو انا عندي مش عارف الدايرة دي ثابتة ليه، ممكن نعمل ريبيلد مش عارف. طيب نفترض ان انا عندي كده مستطيل اي حاجة 150 في 150، اكسترود اي حاجة 150 برضو، بقى عندي مكعب، فانا ممكن اختار لاين من على المجسم ده يعني. انا اخترت سيركلر بروفايل وقمت مختار هنا، فعادة هيعملها يعني، قول الفاي كبيرة مثلا 30 مثلا، اوكي مفيش مشكلة، فعمل لك حاجة زي كده. ممكن تختار مجموعة خطوط مع بعض سيركلر، اختار مثلا الجنب ده تقول له ايه، لو انت اخترت ايدج مع ايدج يعني مش هيختارها، لكن بنتحايل على الموضوع ده ان احنا نعمل كليك يمين سيلكشن مانجر نقول له اختار ايه جروب، فانا اختار ده كده، فماشي. ممكن نختار واحدة كمان اهو. طيب هو بيقول لك عايز ان انت تختار كونتينوس او حاجة زي كروز دو كونتور، فممكن نختار الاربعة دول بس، قول له مثلا فاي 30، فعمل لك المنظر ده كده. طيب ممكن نلغي ده ونجرب ان احنا نعملها كجروب سيلكشن مانجر او كلوزد لوب، مش راضي. طيب احنا نختارها ايه يدوي افضل، ده انا كنت اقصد ان احنا بدل ما نعمل نختار الاربعه دول ممكن نختارهم في خطوه واحده يعني بس. فعندك المنظر ده، تكبر الفايل بتاعتك عادي يعني، نادرا ما هتحتاج انت تعمل حاجه زي كده، بس هي ايه للعلم بالشيء يعني، فيتشر بسيطة، المهم تبقى انت عارف الابعاد بتاعتك. نفترض ان انت عايز يعني الحاجة التطبيقية الاقرب للموضوع ده، ان انت بترسم مثلا حلقة جنزير مثلا، فبتعمل دي كده يكون 110، تمام. تيجي عند السويبت تختار سيركلر، تختار دي خليها مثلا حكومة معقولة يعني 35 تبقى كويسة، فبيطلع عندك الايه المنظر ده، وحلقة في التانية في التانية كده بيعمل لك ايه جنزير يعني، او اللي هي القفل يعني زي بتاع العجل والموتوسيكلات والحاجات دي والبوابات وكده.
طيب تعالى نتكلم على السويبت كات. هي سويبت كات هي نفس السويبت بوس، بس الكات بيشيل ماتيريال بدل ما يضيف ماتيريال. يعني انا عندي شكل زي ده كده عايز افرغ جواه ايه بشكل معين. يعني نفترض مثلا احنا هنشيل من جواه من النص مثلا كده، نشيل جزء يعني من الماتيريال اللي فيه. فتعالى مثلا هنا ريفرنس جيومتري بلين، ممكن نختار الفيس ده والفيس ده، فهو تلقائيا هيجي لي الميد بلين بتاعهم اللي هو ده فولي ديفايند. اوكي بقى عندي بلين اهو، سكتش على البلين ده، واقول له ارسم ايه، نفترض زي الكيرف اللي احنا كنا بنرسمه في السويبت، نقول له ماشي خلي دي تانجنت. طبعا عندي مثلا منظر زي ده كده، تمام. ممكن ما تحطش ابعاد يعني ايه عادي، المهم الفكرة توصل. نقول له لكن سيركلر بروفايل كات سويب اهو، اختار ده لو مثلا فاي 30 مثلا، فاي 30، فبقى عندي الشكل ده كده. طيب ممكن اقول له ده كده سيكشن، فجاب لي سيكشن على البلين اللي انا عامله. انا اخترت البلين وبعدين دوست ايه سيكشن، فبقى عندي المنظر ده كده ايه من جوه الشكل. يبقى انا شلت ماتيريال من الشكل، كل ما البروفايل ده ماشي مع مع الكيرف بتاعه عمال يشيل ماتيريال من الايه من الشكل اللي عندي ده بس. فده الايه ده كسيركلر بروفايل. تعال نخفي ده، مش لازم يبقى سيركلر بروفايل برضو عادي. يعني ممكن مثلا نفترض ان انا ايه رسمت حاجة كده مثلا، وليكن رسمت ده كده مربع او مستطيل كده، وجيت هنا السطح ده قمت راسم شكل ما او كيرف يعني اي حاجة يعني، بس همشي البروفايل بقى على الايه على الكيرف ده. اخرج من السكتش واجيب سويبت كات واختار ده، هو بالسكتش بروفايل، اختار ده السكتش بروفايل وده الكيرف بتاعه، واقول له اوكي، ففتح مثلا شكل زي ده كده، تمام. ايا كان يعني الايه الشكل اللي عندك، فانت ممكن تضطر ان انت تحتاج، او يعني انت تحتاج ان انت تعمل حاجه زي كده، او تستخدم السوفت كات عشان تفرغ الشكل إيه، سواء من بره من جوه ايا يعني كان، مش لازم من جوه يعني بس عادي، تمام. ده الهدف اللي انا عامل لك دي فوق كده.